إذا أول المنطلقين بثلاث أشواط هذا المهرجان بريق كحيلان ابن أمير البريق والأم لكحيلة المالك والمدرب علي سعيد أبو حسين على صهوته خالد السعدي يليه بريق بلنكي ابن بريق مفاز المالك والمدرب والخيال يوسف سمير طبعا بريق كحيلان هو حصان عربي أصيل غير مسجل بمعنى محلي وبريق بلنكي هو حصان عربي مسجل بشوط ثنائي الشارق على بركة الله تعالى بريق كحيلان وبريق بلنكي بثنائي أخوي على ميدان الاحلام لان بريق كحيلان مع خالد السعدي ينتزع صدارة هذا الشوط بالمراحل الاولى من هذا السباق وبالمراحل المتقدمة بريق كحيلان بصدارة الشوط يفتح مسافة تزيد عن ثلاثة اطوال عن حصان بريق بلنكي مع الخيال يوسف زمير كرة المنعطف الاول الان بريق كحيلان يدخل المنعطف الاول ويقود حلول الشوط الثالث بريق كحيلان مع خالد السعدي الى ان بريق بلنكي يتقدم الان ما بين المنعطفين ليقلص الفارق نحو المرتبة الاولى بريق كحيلان وبريق بلنكي الان ما بين المنعطفين كرة المنعطف الثاني والاخير خالد السعدي على صهوة بريق كحيلان ويوسف زمير على صهوة بريق بلنكي يحاول انتزاع الصدارة الى انه ينتزع صدارة الشوط من بعد المنعطف الثاني بريق بلنكي نحو الخط المستقيم بصراع ثنائي ما بين بريق كحيلان وبريق بلنكي خالد السعدي على صهوة بريق كحيلان ويوسف زمير على صهوات بريق بلنكي ولكن خالد السعدي يحتفظ ببريق كحيلان يتقدم نحو الخط المستقيم بريق كحيلان وبريق بلنكي بهذا الدخول الثنائي الاخوي على ميدان الاحلام ولكن خالد السعدي ما زال يحتفظ ببريق كحيلان باريحيه تامه على ميدان الاحلام بريق كحيلان بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله بريق كحيلان مع خالد السعدي بالمرتبه الاولى